بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وهنئكم ايها الاحباء بعيد الميلاد المجيد وبدايه عام جديد 2015. نرجو ان يكون عاما مليئا ببركات الخير والمحبه والفرح والسلام. والحقيقه انا سعيد ان اتقابل واتواصل معكم من خلال هذه الرساله لكل الاحباء في كل كنيسة، كل أسرة، كل الشباب، كل الخدام، لجنة الكنيسة، كل الأطفال وكل الإخوة والأخوات الأحباء في كنائسنا القبطية الأرثوذكسية المنتشرة في كل العالم. الإنسان عندما خلقه الله أراد أن يكون كائناً حياً متصلا به على الدوام، وأراد أن يكون الإنسان تاج الخليقة، فقد سبق وأوجد الخليقة كلها، ثم خلق ملك الخليقة أو الملك في هذا الكون في هذه الأرض، كان الإنسان العظيم مخلوق الله المخلوق الحي الذي فيه نسمة حياة. ولكن جاءت خطية الإنسان وطرحته أرضا وطردته بعيدا عما أراده وقصده الله. ومنذ خطية آدم وحواء، وهم طبعا الأب والأم الأول في حياة الإنسان أو في خليقة الإنسان، صار الإنسان صريع لكل الخطايا بكل أبعادها في حياته. ولكن هناك ثلاث ضعفات رئيسية وقع فيها الإنسان، وهي نتيجة الخطية الأولى. الضعف الأول هو تسلط الذات، وصار الذات الإنسان هي إلهه أو هي معبودته، وصار الإنسان يعبد الذات والسلطة والشهوة وكل ما يحقق أنانيته. ويمكن لما بتبصوا في العالم بتلاقي أن تحكم الذات بياخد صور كتيرة، لكن صار الإنسان ذاته هي إلهه. الضعف الثاني اللي وقع فيه الإنسان أنه ابتدى يعتدي على الطبيعة ويعتدي على أخيه في الإنسانية، ومن هنا نشأت الحروب والصراعات ونشأ العنف في العالم كله، أحد نواتج الخطية. ويمكن ده يفكرنا بالقصة المبكرة جدا في تاريخ البشر، قصة هابيل الصديق وقايين، وكيف اعتدى قايين على هابيل الصديق وقتله، رغم أن كان عدد البشر في ذلك الوقت أعداد قليلة للغاية، ربما تعد على أصابع. ثم جاء الضعف الثالث، وهو أن غاب عن الإنسان روح الفرح وحل محلها الخوف، فصار الإنسان كائنا خائفا بيخاف من كل حاجة. أحيانا يخاف من نفسه، وأحيانا يخاف من آخر، من آخر في الإنسانية. أحيانا يخاف من الحيوانات، من الحشرات، من الميكروبات. أحيانا يخاف من الطبيعة، من الزلازل، من البراكين. أحيانا يخاف من المواقف وأحداث الحياة المتعددة. حتى خوفه في مراحل تطور حياته، طفل صغير ثم صار فتى، دخل في دور المراهقة، لما وصل لسن النضوج، لما ارتبط، لما كون أسرة، لما أنجب إلى آخره. وصارت الخطية بضعفاتها الثلاثة: الذات المتسلطة، والعنف المنتشر، والخوف الذي يملأ جنبات حياة الإنسان. ولكن الله أراد أن يجدد ويعالج الإنسانية، فكان الميلاد وكان التجسد. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية.
ولأن مجيء ربنا يسوع المسيح كان هو العلاج لهذه الضعفات الثلاثة، أنشدت الملائكة في يوم الميلاد هذه الإنشودة التي تعتبر العلاجات الثلاثة لضعفات الإنسان الثلاثة. الملائكة أنشدت هذا النشيد الذي فرحت به الأرض وقالت كده: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وهذه الثلاثة، مجد لله في الأعالي، هو العلاج الأمثل لتسلط الذات، وعلى الأرض السلام ده العلاج الثاني وهو العنف الذي ساد العالم، والعلاج الثالث وبالناس المسرة روح الفرح التي تقاوم كل خوف في حياة الإنسان. إزاي الحكاية ده؟ هي الإنسان في ذاته نسى الله، ونسى أن يسبحه، ونسى أن التواصل الذي يحقق إنسانيته هو مع خالقه، وابتدى يعبد ذاته، وابتدى ينظر للتكنولوجيا إنها الآلهة الحديثة في حياته، وتطور التكنولوجيا بصفة عامة بالأجهزة الكتيرة، بإمكانيات التواصل عن بعد، بإمكانيات العالم صار صغيرا جدا، صار الإنسان ينظر إلى ذاته ونسى الله. يجي الميلاد ويفكرنا ويقول المجد لله في الأعالي. لا يمكن أن تعالج هذا الضعف إلا إذا كنت في حالة تواصل مع الله الذي خلق، وهذا التواصل بيكون دايما من خلال الحياة الروحية السليمة للإنسان بكل مفردات الحياة الروحية. الضعف الثاني كان ضعف العنف الذي انتشر في العالم، وهذا الضعف لا يعالجه إلا صنع السلام، وزي ما هو مكتوب في التطويبات: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. صناعة السلام هي أصعب صناعة موجودة على وجه الأرض، ويا بخت ويا طوبى للإنسان الذي يصنع سلام في حياته، في مجتمعه، في وطنه، مع أي إنسان آخر. ثم الضعف الثالث وهو حالة الخوف التي صارت في حياة الإنسان. حالة الخوف لا يبددها إلا فرح كبير، وهذا الفرح هو فرح ميلاد ربنا يسوع المسيح من أجل الإنسان. لما الملاك ظهر وقال: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هذا الفرح العظيم هو الذي يستطيع أن ينزع الخوف من جنبات الإنسان. لو رجعت وياي كده هتلاقي فيه خط رفيع في العهد الجديد في زمن مجيء ربنا يسوع المسيح وتجسده. هذا الخط الرفيع هو خط الفرح الذي يقاوم كل خوف في حياة الإنسان، ولذلك صارت حياة الفرح صارت هي بالحقيقة علامة الصحة الروحية عند الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يفرح وأن يتبدد خوفه إلا عندما يكون قريبا من الله. طالما الإنسان في حالة بعد، في حالة غربة، في حالة تغرب، لا يمكن أن يشعر بفرح حقيقي، فرح دائم، فرح مستمر فيه. معنى هذا الكلام أن أنشودة الملائكة في يوم ميلاد ربنا يسوع المسيح هي العلاج الأمثل لهذه الضعفات الثلاثية في حياة البشرية كلها. ضعف الذات يحاربه ويقف ضده ويعالجه تسبيح لله وتقديم المجد. عندما تقدم مجدا لله في حياتك الروحية ويمتلئ قلبك بالمخافة الروحية، حينئذ تستطيع أن تضع الذات في مكانها ولا تتسلط عليك. وعندما تصنع السلام في محيط أسرتك، في محيط خدمتك، في محيط عملك، في محيط كنيستك، في محيط المجتمع بصفة عامة، تستطيع أن تنزع أي عنف. وعندما تمتلئ بروح الفرح، روح الفرح الحقيقي
والفرح الداخلي، الفرح القلبي، يستطيع أن يتغلب على هذه الضعفات، ويستطيع من خلال توبته أن يطرد كل خطية في حياته. بركات عيد الميلاد المجيد تكون معكم جميعا، تكون مع الكنيسة، مع كل شعبها المبارك، مع كل خدامها وخادمتها، مع كل أطفالها وشبابها، مع كل الذين يتعبون في خدمة كرم الرب على الدوام. كل سنة وانتم طيبين، وبنقل لكم تحيات الكنيسة في مصر، وتحيات الكنيسة ممثلة في آبائها، مطرنتها وأسقفتها، آباء الكهنة، الآباء الرهبان، والأمهات الراهبات، الشمامسة، كل الشعب من أرض مصر المباركة والمحروسة دائما. أهنئ كل إخواتنا الأحباء في كل مكان. كل عيد ميلاد مجيد وأنتم بخير، وسنة جديدة سعيدة على الجميع. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.